ذاك غرسا مذكرا من غصون القول يسقيها وريدي فيك مجدي وشموخي والعلا وغرامي وهيامي وقصيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرحب بكم أعزائي المشاهدين، وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور وليد الرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين في جامعة الملك سعود. نتحدث نحن وإياه بعنوان وإن تطيعوه تهتدوا. أسأل الله جل وعلا أن يسخرنا جميعا للدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المنافحين عنه وعن سيرته وجنابه عليه الصلاة والسلام. أرحب بضيفي، فأهلا ومرحبا بك دكتور وليد، جزاك الله خير على استجابتك دعوة البرنامج. أهلا وسهلا بك والأخوة المشاهدين. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدين، أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة بإذن الله تعالى. دكتور وليد، ونحن يعني في بداية هذه الحلقة ومع الهجمة التي وجهت والإساءة لنبينا عليه الصلاة والسلام، أترك الحديث لكم للتعليق على الحدث بداية ثم ندخل في بعض التفاصيل الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأسأله المزيد من فضله والثبات على دينه، إنه سميع قريب. ثم أشكر قناة المجد، هذه القناة الرائدة التي أسأل الله تعالى أن يسدد مسيرتها وأن يعلي شأنها وأن يجعلها في المجد خفاقة، إنه سميع قريب، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي وكافة الأخوة العاملين. وأشكرك أيها الحبيب على حسن ظني في هذه الحلقة. جزاك الله خير، وفقك الله. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق اصطفاه ربه، وهذا الاصطفاء أيها الأحبة يقتضي التميز في كافة نواحي هذا الخلق، لأن الاصطفاء هو الاختيار بدقة. فأنت حينما تصطفي شيئا في بيتك، في من السيارات، من الدور، من الملابس، تصطفيه لك لميزة معينة فيه تقتضي ميلك له، ولله المثل الأعلى. ربنا جل وعلا خلق كل شيء فقدره، وربنا جل وعلا هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، فخلق الخلق فاختار منهم خيرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان جعل الخيرية كاملة في شخصه عليه الصلاة والسلام جعله خاتم الرسل، ولما كان خاتم الرسل كان مقتضى هذا الختم أن يكون للناس كافة بخلاف الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان كل نبي يرسل إلى قومه أو يبعث إلى قومه خاصة، إلا هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان للناس أجمعين، فوصفه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذا الاصطفاء بين من؟ بين بني البشر. وبني البشر، بنو البشر مركبون من مجموعة من الأخلاط والأخلاق التي تقتضي ظهورها على الأرض، بمعنى منهم الكريم ومنهم اللئيم ومنهم من يغبط ومنهم من يحسد ومنهم ومنهم، وهكذا في أضداد ما بين الخير والشر.
فنصب لهذا الرجل الكريم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام من يكون كريما مع الكريم فيستجيب لدعوته وينصر رسالته ويعزره ويوقره وينصره حيا وميتا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ووجد في المقابل من يقابل هذا الكريم باللؤم، فيوجد جمع من الخلق قابلوا هذا الكريم عليه الصلاة والسلام بلؤمهم تجاه شخصه، والهدف من ذلك دعوته عليه الصلاة والسلام. فلما أرادوا أن ينصبوا العداء لدعوته وأن يكونوا شوكة كما يزعمون في حلق هذه الدعوة، استهدفوا من؟ شخص من بعث بهذه الدعوة، يهود، نصارى، مشركين، ملحدين، مخالفين، المجموع للوصف مخالفين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فنصب هذا العداء له ولأمته عليه الصلاة والسلام. تميزت هذه الأمة الكريمة كما وصفها الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، يعني تسبحوا الله جل وعلا. إذن هذا الوصف لهذه الأمة، تعزر وتوقر وتنصر، لا يوجد وصف لأي أمة من الأمم مع أنبيائها كما هو هذا الوصف لهذه الأمة. 1433 من هجرته، 1443 من بعثته عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمة تحب هذا الرجل، تحب هذا الرجل، وتعزر هذا الرجل، وتوقر هذا الرجل، وتنصر هذا الرجل. ما هو هذه؟ ما سر الأعجوبة في هذا الرجل الذي سحر هذا المليار والنصف؟ ما هو هذا السر؟ 1444 سنة وروح دعوة هذا الرجل المبارك صلى الله عليه وسلم تسري في جسد هذه الأمة، فتجعلها كلما ضعفت، كلما هبت فيها روح دعوته عليه الصلاة والسلام، فنشطت فأصبحت تقارع الأمم الكبيرة، تقابل الظلم بالعدل والعدوان بالسلم، وتقابل الهجران بالمعروف، فسادت. فعلم أعداؤها أن هذه الأمة مكتسحة العالم، شاءت شاءوا أم أبوا، كلما أرادوا إضعافها كلما هبت قوة. والله تعالى يختار من الأسباب ما في ظاهرها شر وهو خير، كما قال الله عز وجل في أعظم أمر نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وقصة الإفك، قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال الله عز وجل في المجموع: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن هذه هي القاعدة أيها الأحبة، هذه الهجمة التي نزلت على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم هجمة مؤصلة مدروسة مركزة تستهدف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لما نريد أن نحلل الحدث نفكك: محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قواعد شرعية نحن عندنا بني الإسلام، الأول أنه معصوم، بمعنى لا تضره هذه الإساءة، والله يعصمك من الناس، هذا الأمر الأول. الثاني أن الله تعالى قد تكفل بالمستهزئين به، فقال: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. الثالث أن كلا مستنقص للنبي صلى الله عليه وسلم فهو الناقص، إن شانئك هو الأبتر، هذا في حقه عليه الصلاة والسلام. فلا قوة أعظم من قوة الله، ولا عصمة أعظم من عصمة الله، ولا
ولا يمكن أن يكون شنآن أو أن يكون أن ينزل سوء بمخلوق أعظم من أن ينزل من عند الله جل وعلا على هذا المخلوق. هذا في حقه عليه الصلاة والسلام، لكن في حقنا نحن لا، في حقنا نحن مطالبون ديانة أن نظهر حقه عليه الصلاة والسلام في أنفسنا وفي إيماننا وفي حبنا له عليه الصلاة والسلام، فنغضب للإساءة له وننتصر من المنتقص له، ونقف في وجه العدوان الذي ينصب عليه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، فلا نخذل من غضب ولا نقف في وجه من انتصر، ولا يمكن أن نبرر للمجرم جريمته. كل ذلك مرده لماذا؟ وهذا هو المهم، هذا هو المهم. وإن تطيعوه تهتدوا، بمعنى أن النصرة والغضب والمعاملة مع المخالف كلها في هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هديه عليه الصلاة والسلام في حق من انتقصه ممكن أن يهدر دمه، لا تظن لما نقول في هديه عليه الصلاة والسلام من نوع من التخذيل، لا، ممكن يهدر دمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم المرأة التي شتمت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية وكان زوجها أعمى فقتلها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وشاتمه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام إن كان مسلما فهو مرتد، وإن كان معاهدا فهو ناقض للعهد. فلذلك يظن الناس لما نقول نعتمد الهدي النبوي يقول لك مخذل، لا يا أخي، أو أنه جزء من التسامح والتساهل وعدم الوقوف أمام، وإنما وضع الشيء في موضعه. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أن من حبه عليه الصلاة والسلام أن نهتدي بهدي. ولذلك جعل لنا ربنا صلى الله ربنا جل وعلا القاعدة في الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، الشرط والمشروط. تتحقق المشروط، تهتدي، تريد الهداية، تطيع، تطيع. إذن عدم الطاعة ضلالة، الصيانة ضلالة، ما في هذا مفهوم المخالفة. فنحن ننطلق من هذا المنطلق في هذا الجرم الشنيع المؤلم على النفوس الذي نصبته الصليبية الصهيونية من 10 سنوات. كلما خبى جذوة هذه الإساءة كلما أشعلوها. وأظن أن هذا الرجل المبارك الأستاذ يوسف يقول لي لماذا، ولماذا مهم، لكن سأتي أيضا إلى سؤال آخر، إلى كيف. يعني إحنا ما قلنا إذا كان مسلم فهو مرتد، وإن كان معاهدا فالنقض بيننا وبينهم وبين عهودهم. الإجراءات لعامة الأمة، يعني العامة الأمة الآن ماذا تفعل؟ إحنا الآن خلنا نقول أمريكا الآن هي التي أساءت النبي عليه الصلاة والسلام، هل الآن عهد انتقض بيننا وبينهم؟ هذا سؤال لعامة الأفراد الأمة الذين ربما قاموا بأفعال لغيرتهم لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. أولا نحن اعتمدنا الآن القاعدة، وإن تطيعوه تهتدوا، نعم، اتباع الشرع وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ممثل وين؟ في كتابه وسنة، أحسن، في الكتاب الله وسنة رسوله، تمام، عشان يقولون أثبت العرش ثم انقش، أحسن، عشان نتحاكم، نجعل شيء نتحاكم إليه، لأن المخالف لنا، نريد نحن أن 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 أن, أن نحدد معالم النقاش. إذا عندك مداخلة، علشان إذا في مداخلة بعد شوي تفضل، خذ راحتك. طيب أخذ راحتك. أي نعم. طيب. إذن يقول ربنا جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم، بغضكم لقوم، بغضنا لأمريكا على لا تعدلوا، نعم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا كانت أمريكا كدولة، أنا ما يحتاج أبرر وش موقفي من أمريكا، تمام، الجميع تمام، إذا أمريكا كدولة تبنت هذا الفعل فهي بهذا الفعل دولة ناقضة لعهدها مع كل المسلمين. يعني إذا الدولة صرحت كحكومة، تقصد كحكومة، احنا نتكلم عنها طبعا، هو الذي يمثل للدولة الحكومة. طب نعم، خلنا نكمل، تفضل. فلذلك إذا تبنته كفعل فيتحولت من دولة معاهدة مع الخلاف في المعاهدة وإلى آخره، لكن على التسليم بأنها معاهدة، تحولت من معاهدة إلى محاربة، نعم، تمام. أحسن. الذي
نسمعه ونحن مطالبون بالسماح لها أن هذه الدولة تتبرأ من هذا الفعل، لكن نحن نقول أن هذه البراءة من هذا الفعل يحتاج إلى عمل. صحيح. يحتاج إلى عمل، بمعنى أن ما نسمعه من رئيسها أو من خارجيتها، وزارة خارجيتها ممثلة في الوزيرة أو في غيرها، يجب أننا نطالبهم أن يحققوا الأقوال بالأعمال. كيف تحقق الأقوال بالأعمال؟ بالتالي، هم يقولون الفيلم مقزز ونحن ضده وننبذ الكراهية والطائفية إلى آخره. جيد، نبينا صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء عند أنفسنا، ولا نرضى أن نقول، بل نقول يجب أن يكون سقفه أعلى، أن كافة الأنبياء والرسل يجب أن يعاملوا فوق معاملة الهولوكيست. بما أن قانونكم يجرم النظر في الهولوكيست أو الكلام في اليهودية ويعد معاداة للسامية، وكلنا نذكر أن علماء كبار في الأمة الإسلامية نظرا لأنهم كانوا يدعون فقط على اليهود عدوا معادين للسامية ومنعوا من دخول بعض البلدان لأنهم يدعون في قنوتهم فقط. إذن أنتم سكوتكم عن هذا الجرم وعدم وقوفكم مع المحافل ما تسمونها الدولية، ونحن انشقت حلوقنا كما يقولون ونحن نصيح، لا دول من باب العدل ولا شعوب في المطالبة بتجريم الإساءة للأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والتسليم. خذ الكيل بمكياله. طيب قبل المكيالين أخذ اتصال معي، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. معي فضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري، رئيس مجلس إدارة الموسوعة المرئية للصحبة النبوية. السلام عليكم شيخ بدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ بدر، ونحن نتحدث بعنوان اليوم وإن تطيعوه تهتدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن جنابه والدفاع عن إساءته التي نيلت جنابه عليه الصلاة والسلام. أترك الحديث لكم وفقكم الله. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أشرف الحقيقة بالمشاركة في هذه القناة الرائدة، ومع مقدم متألق أمثالكم يقول الكريم صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ وليد الرشودي حفظه الله وعلى من الأعلام، ثم يكون هذا التشريف والحديث عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. أنا أقول باختصار لأن حديث ضيفك أشوق وأكثر وأهم من كلامي، الهجوم الإعلامي على الإسلام أنا أعتقد أنه قديم بقدم الإسلام، وهو أحد الأساليب التي يعني أصبح الكفار يتخذون، بل اتخذوها للصد عن سبيل الله بدءا من كفار قريش وحتى هذا العصر الحاضر. وهذا الهجوم اللي نراه اليوم بألوانه الكثيرة لكنها في أغلبها تكون محصورة أحيانا في نطاق مثلا شبهات أو مغالطات أو حتى طعون، لكن بعد 11 سبتمبر في وقتنا المعاصر انتقل الهجوم إلى لون جديد لم يعد في نظري من قبل، وهو أنهم أصبحوا يتعرضون لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من الإسلام مباشرة أو حتى من القرآن الكريم، والنيل في عرضه وفي ذاته الكريمة. وقد اتسم هذا الهجوم مع الأسف الشديد بكل بذاءة وسخرية واستهزاء، وهذا يدل دلالة واضحة في نظري أن هذا التهجم له منظمات وله استراتيجيات خاصة تركز على استخدام وسائل الإعلام، بل ويقوم به حتى أناس متخصصون مدعومون من بعض قساوسة النصارى لا كلها من باب العدل. والذي رأيناه اليوم حقيقة من قيام فئة حاقدة على الإسلام ونبي الإسلام بإنتاج بعض المواد الإعلامية المسيئة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو المحاولة، نقول هذه جريمة الحقيقة لا تغتفر، ولا بد الحقيقة من الضرورة بأمر. نحن اليوم لا نعارض بل نقول للناس يجب عليهم حكاما ومحكومين وعلماء وأفراد وجماعات ومنظمات وأحزاب وكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يغضب لنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أعتقد أن هذا بشرط. أولا الغضب لا بد أن يربط بضرورة ربط هذا الغضب والغيرة بهدف، وهدفنا هو أن نوقف هذه الإساءات أولا ونمنع تكرارها ونجرم فاعليها، ويرتبط بهذا الهدف الأسمى بترك كل عمل قد يزيد هذه الإساءات أو يوسع دائرة انتشارها أو ربما حتى يفضي تكرارها أو يوجد حتى ذريعة لحماية أي مجرم فعلها
سواء قانونيا تحت حجج حماية حرية التعبير أو غيرها من الحجج الحقيقة الواهية التي لا قيمة لها. ثم نؤكد أيضا على قضية مهمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر، والله تبارك وتعالى تولى أنه يرفع ذكره، ورفعنا لك ذكرك، ولعل هذا الابتلاء يرفع أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زاد الارتفاع زاد البلاء، والمؤمن كما ورد في الحديث يبتلى على قدر إيمانه، وقد قال الأول ولو صحبت إنسانا وجبريلا ما سلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله قولا أو أقوالا مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل أن له ولدا وصاحبة زورا وبهتانا وتضليلا، هذه مقالتهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي في حياته، وأوذي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد موته. ألفت النظر في قضية وأختم، أن هذه الأفعال أنا أجزم أن كل عاقل يتابع الأحداث بدقة أنه يفهم أنه يراد من ورائها بث فتنة في المجتمعات الإسلامية. هذه الزوبة التي حصلت قتلتنا وأصابتنا في مقتل لأنها تحدثت عن تاجنا وعن حبيبنا وعن قدوتنا وعن إمامنا، إلا أننا أيضا لا يخفى على العاقل منا أنهم يريدون أن يجروا هذه الأمة في حلبة مصارعة سياسية عسكرية، بل حتى معترك دموي يتقاتل فيه المسلمون، ربما لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول لماذا قتل. ولذلك نحن نقول إنهم يريدون فتنة في مجتمعات الإسلامية، خاصة بعد ما حصلت هذه الثورات والربيع العربي كما يسمى، ويراد كذلك فتنة في جمهورية مصر العربية، وذلك بإذكاء نار الفتنة سواء بين المسلمين والأقباط، ومحاولة تشكيل الجهود لنهضة هذه البلاد من كبوتها، ومحاولة تصدير الأزمات الواحدة تلو الأخرى، ويرسلون كذلك رسائل عدم الاستقرار للخارج، وهذا ما ينبغي يجب علينا حقيقة أن نتفطن له. نقول نحن لسنا جبناء في الرد عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقول كما قال الأول الدخيل إذا امتدت إلى حرم فليس يطهر إلا حين تنكسر، لكن أيضا في المقابل يجب أن نتصرف بحكمة، والحكمة لا يعني منها السكوت والاستسلام والتبرير، كما لا يعني منها أيضا أن نندفع وأن نثير وأن نستفز أو نستجيب لتلك الاستفزازات التي تحصل سواء من أعدائنا في الداخل أو حتى من أعدائنا في الخارج. نبينا عليه الصلاة والسلام هو حبيبنا وهو قدوتنا، وهو كما قلتم أنتم في عنوانكم وإن تطيعوا تهتدوا، رمي وابتلي بأصناف العذاب، فما رؤيا في ثوب جبار ومنتقم، حتى على كتفيه الطاهرين رموا سل الجزور بكف مشرك قدمي، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام صبر واحتسب صلى الله عليه وآله وسلم. فنعالج هذه القضية التي آلمتنا وقدمت قلوبنا والتي والله فطرت أكبادنا، نعالجها بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أجزم أن في الأمة المسلمة المباركة الكبيرة الممتدة في عددها المليار ونصف المليار مسلم تقريبا، فيهم من العقلاء وفيهم من الكبار الذين يرجع إليهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأيضا نطالب ألا يبرر ذلك الموقف من أي جهة كانت ومن أي بلد كانت ومن أي شخص كان، ولا بد الحقيقة من احترام الأنبياء والأديان عموما، ونبينا صلى الله عليه وسلم وديننا دين الإسلام على وجه الخصوص. شكر الله لك ولصاحب الفضيلة الشيخ وليد ولوالديك الكريم، وأسأل الله أن ينفع بكم إن شاء الله. شكرا شكرا الشيخ بدر المشاري، جزاك الله خير. معي اتصال آخر، أخوي حسان. السلام عليكم أخوي حسان. سلام. تفضل أخوي حسان، أنت على الهواء، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني حقيقة يؤلمنا ما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رأينا ما رأينا وسمعنا ما سمعنا من سب وعدوان النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الذي يجري حقيقة من عدوان عن النبي وسبا له؟ لما نحن متخاذلون عن نصرته صلى الله عليه وسلم؟ وليس هذا وحسب، بل طعنوا في عرضه وانتهكوا ما انتهكوا فيه، والله إنه منزها عما يقولون، لقول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فأخلاقه ليست فيها إلا خير، فما يقولون إن هو إلا كذب على خاتم الأنبياء المرسلين. فتتم نصرته صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والاقتداء به والدفاع عنه،
فإن لم نجعل محبته في قلوبنا فلسنا بمؤمنين. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. ولهذا يجب علينا حبه ونصرته صلوات الله وسلامه عليه، وأن أيضا أن ننتصر بالتعريف به والاقتداء به، وأن نستر كل من أو كل من تسول له نفسه الإساءة عنه ولو بكلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي حسام. اتصال آخر أخي ناصر أيضا. السلام عليكم أخي ناصر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي ناصر. أخي الكريم أستاذ يوسف أحييك، وأحيي أيضا طاقم البرنامج، وتحية أيضا موصولة تحية خاصة جدا لوالدنا الفاضل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وليد، وأشهد الله سبحانه وتعالى على محبته فيه. حبك الذي أحببتني. على الحقيقة مداخلتي باختصار شديد. نعم. طبعا أنا أتمنى حقيقة من شيخنا الفاضل طبعا أن يوجه رسالة للعلماء الذين انقسموا إلى قسمين، وهذه مسألة مهمة. لم ينقسموا على السلم المسيء لرسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، بل انقسموا إلى قسمين فيما يخص كيف نغبر لذلك. فمنهم من قال يجب أن نهاجم المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة. نحن وجدنا الاعتداءات التي حدثت في اليمن على السفارة الأمريكية، شاهدنا أيضا ما حدث في السودان على السفارة الألمانية وكذلك السفارة البريطانية، شاهدنا وقوع ضحايا قضية الشيخ من رجال الأمن من هذه البلدان الشقيقة. ففي مصر هناك جرحى من رجال الأمن المصريين وكذلك من المتظاهرين وكذلك في اليمن. طبعا خلاصة الكلام أنا أود أن أقول ناصر حبيبي. نعم. ناصر الشيخ معك. هذا 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 فريق. طيب والفريق الثاني من العلماء وش يقولون؟ الفريق الثاني من العلماء الشيخ يقول يجب أن نكون في غضبنا أن نكون فقط من خلال الوسائل المتاحة، والبعض الآخر يقول بأن هؤلاء ممن شجعوا هؤلاء على التمادي في حق رسولنا. واستشهدوا على ذلك يا فضيلة الشيخ، استشهدوا على ذلك بأنها ليست الحادثة الأولى. قالوا أنه الدنمارك في الرسوم المسيئة، ثم بعد ذلك القصيف الذي هدد بحق المصحف الكريم، أنها تكررت يعني. نعم. طيب واضح أخي ناصر. شيء آخر في هذا؟ شكر الله لك وبارك. أعود إلى الشيخ الكريم. شيخ فاضل دكتور وليد، يعني أعود إلى المكيالين التي كنت ترغب الحديث عنه. أنا أقول أن أولا طبعا أشكر من كل أعماق قلبي صاحب الفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري على هذه المداخلة، والتي يعني لا عطر بعد عروس، وكذلك الأخ حسان والأخ ناصر كلهم إضافات وليست هي أسئلة، وسوف يعني ما طلبه الأخ ناصر سوف أتكلم به. طبعا فضيلة الشيخ بدر أراحني كثيرا من مما سوف أقول، وقد يمكنك تجد أن في كلامه يعني أخذ كثيرا موافقة من 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 نقاط البرنامج. المكيالين الذي تكيل به أمريكا لنا أنها الآن تقول أن ما يحدث في سوريا طائفية، جيد، وأنها تخشى من الحرب الطائفية وتريد أن تضبط التوازن في الطائفية. طيب الآن أنت في بلدك طائفية وتثيرين الطائفية، والآن تثيرين طائفية، يجب أن يكون لقانونك أن تفرضي القانون في بلدك قبل أن تفرضيه على الآخرين. لماذا المكيالين في جنوب السودان لما انتصرتم للنصارى في جنوب السودان؟ لماذا كان الانتصار وسعيتم في مجالس الأمن حتى حققتم رغبتكم في انتزاع قطعة عظيمة من بلاد المسلمين لتمنحوها إلى النصارى؟ دكتور وليد لا يسمعون أمريكا، لا، أمريكا لا تستجيب لمثل هذه المطالب. أنا أتحفظ على الكلام. يعني هل تستجيب الآن أمريكا لهذه المطالب؟ أنا أقول لك يا أخي الكريم، هذا حديث شعبي، وهذا الحديث الشعبي لا تظن أن أمريكا تغفله، أنا أقول لك بكل صراحة، نحن ترصده بكل دقة. صحيح. وهذا الذي نريد أن نصل إليه. إذا الكيل بمكيالين يجب أن يقف، ويجب أن يكون الآن نحن نعين حكامنا وولاة أمر المسلمين الذين كلفهم الله تعالى بأن يستجيبوا لأمر الله ورسوله أن يكون لهم صوت في ردهات المجتمعات الدولية، أن شعوبنا تضغط علينا بمثل هذا الأمر. تمام؟ كيف تضغط الشعوب؟ من مثل هذا الكلام. الآن نحن نضغط، نحن نقول اللعبة مكشوفة وأن الزمن الغابر انتهى. الانكسار والانحراف في الخط البياني في الضغط على المسلمين بعد أحداث سبتمبر وصل غايته. خلني أنا أحلل الحدث إن أذنت لي. وجود المحافظين المتدينين
المحافظين يعبر عن المتدينين. المتدينين النصارى الذين يؤمنون برجعة عيسى ولهم طقوس في هرمجدون وقضية كيف يرجع عيسى. إن أذنت لي أن أبين لك شيئا قليل من هذه العقيدة. هذه العقيدة مبنية على شيء، أن عيسى عليه الصلاة والسلام سوف يرجع حينما يهدم بيت المقدس، تمام؟ وتمكينهم لليهود في بيت المقدس من أجل أن يهدم بيت المقدس باسم البحث عن الهيكل، تمام؟ فإذا هدم بيت المقدس نزل عيسى، هذا معتقدهم. بيت المقدس معظم عند المسلمين، تمام؟ كيف نجس نبض نبعث مجسات نقيس بها مقدار الغضبة التي ممكن أن تقابلنا لو تعرض البيت المقدس؟ ما هو الرمز الذي هو أعظم عند المسلمين من بيت المقدس؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لابد نحن أن نبعث مجسات. هذه المجسات ماذا تقول؟ تقول هذه المجسات أن يعني كما يقولون يعني كثرة الترداد تخفف رجعة الصدى ورجعة الغضب. كل مرة اليوم يغضبون، بكرة أخف، بعده أخف، ولذلك يفعلون حتى يتبلد الإحساس. هم يقيسون هذا الأمر. الذي يغفلونه هم أن هذا الغضب مبني على أمرين، أمر ليس بيد أحد وهو أمر إلهي. ممكن نحن المليار والنصف الموجودين اليوم على هذه الأرض ما فينا خير، أقول لك ممكن ما فينا خير، ولكن نسوا المقياس الشرعي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا أمر شرعي بيد الله جل وعلا ما يملكه أحد. وهذا الأمر أن هذا الدين محفوظ، فإما كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. كذلك هذا الدين من ركب فيه نجا ومن تخلف عنه غرق. هذا ما تعرفه أمريكا، ما علينا منه. أمريكا تعرف لغة الأسباب المحافظين الذين وصلوا إليه. اليوم الحكومة الموجودة ليست من المحافظين من بعد أحداث سبتمبر، هي ممن؟ من الديمقراطيين. إذن هي تصفية حسابات سياسية موجودة. القوة الآن طبعا مصر تغيرت الخريطة فيها، يعني هل هي موالات هل هي معادات، تختلف الآن الوضع فيها، المجس فيها غير واضح. إذن استخدموا الأقباط في هذا الأمر، مخرج صهيوني، منتج قبطي مصري. هذه التركيبة العجيبة في إخراج هذا الفيلم، في صياغة منتنة لهذا الفيلم، حتى هم عبروا بأنه مقزز. هذه الصياغة المقززة من تولى كبرها؟ تولى كبرها المحافظين، ليجسوا النبض مرة أخرى بعد الرسوم، ثم فيلم الفتنة في هولندا، ثم بعد ذلك انتقلت محاولة إحراق المصحف، ثم الآن وجود ماذا؟ فيلم الفيلم. هذا الفيلم لما تربط أول الحلقة اللي هي الرسوم بآخر الحلقة الذي هو الفيلم، تجد أن الرسام فيما يذكر في الكتب، نحن لا نجزم، فيما يذكر أن الرسام الدنماركي كانت له علاقة قوية بالاستخبارات الأمريكية في دولة المحافظين، تمام؟ فلذلك هذه الدولة، ومن يقف معهم؟ يقف معهم قساوسة كما يقولون متشددين. الهدف من إذن ديني، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني من سياسي، وهو وضع يد في بلدان ما يسمى الربيع العربي. الشيخ بدر قبل قليل أشار إلى أمر مهم: لماذا تحصل الإساءة في بلد وتكون الأحداث في بلادنا؟ لماذا؟ وهو ما أشار إليه الأخ ناصر: لماذا يقتل الجندي أو يجرح الجندي المصري؟ الجندي المصري الآن يقول الثائر الغاضب، يقول الآن هو يحمي السفارة الأمريكية. السفارة الأمريكية سلمت جدلا، أقول جدلا، على قاعدة القرآنية التي تقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، تمام؟ سلمت جدلا أنها دولة حرب الآن وأنها تجب محاربتها. هذه الدولة التي استضافت هذه السفارة، أي دولة في العالم إذا لم المواثيق التي ابتلي بها المسلمون دولية، نحن لا نملك تغييرها، تمام؟ نحن ملزمون بالعمل بها، لكن نملك الضغط
ماشي على هذه الضغط مو بقتل الجندي لا نقتل انا اقول لك انا نحن نملك الضغط بتغيير هذه القوانين ونطالب بتغييرها ونطالب برحيل الظلم في اي مكان من العالم. هذا الجندي المصري اذا لم يحمي هذه السفاره ما الذي حصل؟ تحرك المارينز في العالم الان ليتدخل في داخل البلدان المسلمة، بمعنى ان دخول قوات اجنبيه ولو جندي واحد معناه كسر للباب، معناه فتح لباب لا يمكن ان يغلق. اذا معناه تدخل في سياده الدول في حمايه بلدها. دخول مارينز معناه دخول قوات استخباراتيه، دخول مارينز معناه تكوين خلايا لماذا؟ لامريكا في داخل البلدان. دخول مارينز معناه ان لكن هل ستقبل الشعوب يا دكتور اليوم خاصه في بلاد الربيع العربي؟ اعتقد لن تقبل انتهى زمن القبول ان نقبل انه يجينا خلوا لو اتوا سيقام الجهاد ربما بينهم بينهم الدفاع وستبدا الحروب ربما هذه من امر الله جل وعلا من خيرتي هذا جانب. الجانب الاخر هل الاخطاء التي وقعت يعني بعض اخواننا لا قبل الاخطاء خلني برد عليك فيها تفضل شو يدريك انهم دخلوا؟ انا لا ادري انا اسالك انا وش يدري الشعوب انهم دخلوا؟ لا ندري. الآن قالوا لك المارينز ما دخلوا ثم حملت أنت حكومات الربيع العربي على أن تبرم صفقات سرية مع الولايات المتحدة لدخول المارينز إيش تستفيد؟ هذا بأمر الله شيخ ربما بعض الأخطاء شيخ دكتور وليد لست مدافع أنا أدري أنا أدري لكن أنا أحاول أنا أسألك دكتور وليد معلش أنا بقول لك شيء تفضل. والإساءة بأمر الله ولا من بأمر الله؟ أكيد إذا إحنا بنقول كله بأمر الله ما وصلنا إلى حل إيه ولكن كل شيء حتى حلقتي هذه بأمر الله أحسنت الشيخ تمام لكن نحن نتكلم عن أسباب الأسباب الحسية اليوم تقتضي أن الوضع أنك تتعامل مع الوضع الراهن لتزيل السوء الذي فيه. أما تقول والله أنا أتركها بأمر الله وممكن أن يكون ممكن بعد ما يكون لكنها ليست ضخمة يا دكتور يعني الضخامة في الإساءة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست الضخامة في بعض الأخطاء التي وردت من إخواننا المسلمين حبيبي. أنا ما وإنك لتغار يعني أنا ما تكلمت على 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 غير أنا أتكلم على دم صحيح بس أنا ما أنا عظيم. ما أتكلم أنا عظيم. ما أنا أتكلم على دم وهو عظيم الدم يا أخي أعظم من حرمة الكعبة يا أخي نعم أنا ما أنا تكلمت بهذه نبوي ما تكلمت بهذه أنا أتكلم على دم غير الدم ما تكلمت عليه أتكلم على أنفس معصومة أتكلم على أموال معصومة شيخ. هذه لا يجوز الاعتداء طيب أمريكا الآن اعتدت على إخوان المسلمين في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان ما طيب هذه دماءنا أيضا دماء المسلمين نحن بحاجة أن ندافع عنها وهي حرمة عظيمة من كافر معتدي أنا ما قلت لك لا يعني يفكر المشاهد الكريم ويسمع من لهم الغيرة كثير ربما هذا تفكير ننقل لك تفكيرهم وما يتناول كثير من الشباب من غيرتهم تقول يا شيخ الآن طيب أمريكا ذبحت إخوان المسلمين طب ألا تغار على حرمة هذا وأنا واقف أدافع عن أمريكا لا أبدا أنا أول ما بدأت حلقتي وأنا مكلمك عن أمريكا أنا أقول لك يا أخي الكريم أنا أدافع عن الجندي المسلم. الذي الدم المعصوم أنا دافع عن الدم المعصوم يا أخي أنا ما دافع عن الدم الغير أنا دافع عن دم معصوم نحن من قال لك أن حنا يعني ما الذي يتابع البلد طيب يعرف وش تكلم عن احتلال أمريكا للعراق ولا عن سوريا ما إحنا ما لا لكن يعني فرق بين البقع جزاك الله خير يعني لا تقرن بين أرض سوريا وأرض العراق وأرض أفغانستان تمام ولا أي أرض أخرى محتلة تيجي تقول لي والله بمثل أرض لها سيادتها وأرض تجلس هذا اللي أنا أكلمك عن مصر أكلمك عن تونس أكلمك عن ليبيا أنا ما أكلمك الآن والله عن 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 سوريا ولا عن عن أي أمر آخر طيب الشيخ تمام ولا خلنا ولا أتكلم لك عن 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 العراق العراق يا أخي بوش بنفسه اعترف أن قتال العراقيين للجندي الأمريكي مشروع ما حد يتكلم على مثل هذا الأمر ولا يمكن أن يبرر أكلمك على وش دم جندي يمني مسكين يقتل ويسفك دمه ايش دمه؟ جندي اليمني مو ابن عمك؟ شيخ هو خطأ انا اذا نحن نصوب الخطأ يا اخي الكريم طيب الشيخ نحن نصوب صحيح. الخطأ صحيح. تمام؟ نحن نعظم الدم يا اخي الكريم المسلم المعصوم الدم المعاهد المعصوم يعني نحن نعظمه وهذا محترم الان يعني اللي يفهم كلامك مع احترامي ايضا انه والله ممكن طبيب امريكي في مستشفى يقتل
أنا أقول لك أنا أقول لك على الأخطاء لا يفهمني المشاهد الكريم خطأ أنا أقول إنها خطأ ولكن يجب أن نقف نعطيه حجمه وله حجم وله حجم ولو نتكلم في زاوية معينة ولكن الزاوية الأعظم والأكبر هو الإساءة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نحن الآن انشغلنا بهذا الخطأ الآن ما يذكره أخي ناصر اختلاف ما بعد المشايخ هذا جزء من ضخموا هذه الأخطاء التي وردت وتناسوا الخطأ العظيم في إساءة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والشعوب يا شيخ دكتور خليني أكمل فكرتي. والشعوب لم تفرغ ما لديها من غيره لحب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تدافع عنه وليس تعرف عنه. بعض الناس يقول عرف بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا حقوق مشروع للنبي عليه الصلاة والسلام قبل وبعد، ولكن حق الدفاع عنه وعن جنابه صلى الله عليه وسلم والدفاع عن عرضه هذا المطلب الآن الشعوب انتهيت. تنادي به انتهيت. عشان ما قطعت تفضل أكمل تفضل يا أخي الكريم. لا تخلط الدوائر بين بعضها. أنت الآن خلطت الدوائر بين بعضها تمام، خلطت بين دائرة أنه والله الكلام على عملية أنه والله التبرير لأمريكا ولا غير هذا. نحن الآن نتكلم على جزء جزء. نحن أنا قلت لك في أول حلقة أنا قريتك عليه. أنت قاطعتني بس أنا قريتك على الجزء كذا قطعتك. طيب تفضل كذا قطعتك. تفضل أنا ما قطعتك. أنا أقول لك يا أخي الكريم، أنا كما قلت لك نحن نحلل الحدث جزءا جزءا. أول ما بدينا بالحدث بينا جرم الحدث ونتجب النصرة والغيرة والغضب، أظن أن هذا سمعته جيدا. أحسنت زين. أنت انتهينا من ثم بعد ذلك انتقلنا لرؤيتي للحدث كيف بدأت تمام، ثم انتقلنا إلى خطوة من خطوات الغضب الممنوعة وهي قضية الدم تمام، انتهينا منها. أحسنت. الأمر الآن اللي أنت تكلمني فيه أنا ما عرضتك فيه يا أخي ابدا. هاي ذا لحظه انا اعبر لك عن الشعوب. انا اقول لك على الشعوب، ما عرضت الشعوب فيه. انا واحد منهم، انا ممن صاح وبكى وكل هذا، انا واحد منهم. لكن هذا الشعب انا احبه ويحبني وهو اخي وانا اخوه، ولذلك من محبتي له يجب ان ارشده. انظر الى الاخطاء التي وقعت في مثل هذا الامر. لما يتحول الغير الى شرك، سامحني يا رسول الله، اعذرني يا رسول الله. نبي نسكت ونقول مثل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ربما يخطئ من شدة الغيرة. خل نكمل يا أخي. طيب تمام ولا ما ينبغي؟ لا أكمل. أنا أقول صحيح. لذلك قضية أنه يخطئ أنا أرشده. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت عبدي وأنا ربك مو بإقرار، لا تفهمها إقرار صحيح. ولذلك أنا أرشده، أنا أقول له هذا الأمر ممنوع. أنا ما قلت له أنت مشرك. أنا لما أمنعه أقول أنت مشرك وأنت لا نسوء من المرء، أنا ما قلت هذا الكلام. أنا أقول هذا الفعل خطأ، هذا الفعل خطأ، وهذه العبارة خطأ. أني أطبع بروشورات، أطبع نشرات، أطبع ثنايل، تيشيرتات واكتب عليها هاشتاقات إلا محمد إلا رسول الله. ارجع لأهل العلم في لفظك قبل، لأنك أنت وأنا وأنت نحتاج إلى أن نتعلم. فأنا أحتاج أن أغضب بعلم، أغضب ببصيرة، أغضب به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل أرد عليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا الله وأنت، قال أجعلتني لله نداء؟ غضب. ولذلك أنا أقول لما تقول سامحني يا رسول الله، قال تجعله لله نداء؟ وهو الذي قال وذكر لنا قصة أنت عبدي وأنا ربك. فلذلك نوازن بين الأمور. لما تجيك قضية رسائل بدعية، أرسل هذه صلى الله عليه وسلم صلى مليون، صلى 3000، إيش الكلام هذا؟ نحن مطالبون وإن تطيعوه تهتدوا. اغضب واستمر في غضبك تمام، ولا أحد يمنعك من هذا. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما غضب على حاطب رضي الله تعالى قال يا رسول الله نافق، دعني أضرب عنقه. قال لا، شوف حرمة الدم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن هذا الفعل نفاق. خطأ نفاق، مو بخطأ نفاق. لكن لماذا عصم هذا الدم؟ قال وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. نحن نريد التوازن الكامل بأننا نظهر محبته صلى الله عليه وسلم في اتباعه في الغضب. أنا ذكرتك في أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون إهدار دم ويكون ردة، أعظم من هذا شيء من الغضب؟ أنا لا أخذل. أما العلماء أنا لي موقف منه. أنا حزنت لما سمعت أمس أحدهم وهو يقول أن يعني بدأ، وهو الذي يزعم أنه كان في يوم من الأيام ينتقد أمريكا، ثم أمس لأن حزبه تولى وأصبح حزبه الذي ينتمي إلى، يقولها بكل صراحة، لما وصل إلى الرئاسة في أي بلد من البلدان أصبح الآن يخاف على علاقات حزبه مع أمريكا فأصبح يبرر. وأعرف من كان يوم من الأيام
يتخذ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر، ثم يأخذ للمسلمين قبل أن تجف إحدى المؤتمرات ويخرج بيان في عدم المقاطعة. هذا كلنا ضده. نحن إذا استطعنا أن نقاطع المنتجات الأمريكية نحن نطالب بمقاطعتها، إذا استطعنا قبل وبعد كل وقت. أنا أقول لك إذا استطعنا، شوف إذا استطعنا، لأن ممكن تقول للناس يعني لما جت الأزمة السورية وطالبنا بمقاطعة، درسنا فكرة مقاطعة المنتجات الصينية، علمنا الناس ما يقدرون. لماذا تطالب الناس بمقاطعة المنتجات وانت تعرف أنك راح تفشل؟ فأنا أقول إذا استطعنا أن نقاطع المنتجات الأمريكية ما حد يقول لك لا. تمام، هذا الكلام لا تظنه سهل عند المؤسسات الأمريكية، ترصد رصدا دقيقا لكل برنامج يخرج، وهذا أنا أعلمه من خلال العلاقات. الله عز وجل قال قاعدة عظيمة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزل معهم إيش؟ الكتاب. كيف أنزل معهم الكتاب؟ أرسلهم بالمعجزات الحجج الباهرات، أنزل معهم الكتاب النقل المصدق الميزان العدل ليقوم الناس بالقسط. ثم بيّن: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لماذا؟ بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. إذن هذه القاعدة أنا لا أثرب على هذه الجموع المؤمنة، أنا أشد من عضدها، لكن أقول غضبتكم لا يدخل معكم أحد. بمعنى أعطيك على الوجه المكشوف. أنا أتكلم شغل، أنت اسمح لي سأستمع إليك. أنا بقول لك، نعم. أنا أعطيك على الوجه المكشوف أنتقل. تفضل. تظن أن إيران سليمة من هذا هذه اللي ساءه؟ وأكبر دليل إيران صاحت وناحت من الهالك الخميني، تمام، بإهدار دم سلمان رشدي 30 سنة، وسلمان رشدي يعيث في الأرض فسادا، تمام. ولذلك إيران التي تدعي محبة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون لها دور، يمكن شيء بسيط. ولذلك هي أضعف الدول اللي دائما تخرج في المظاهرات وتصيح وتنيح. إيران التي تقتل الذي يدافع عن التوحيد وتدافع عن الذي يؤمر بالسجود لبشار، اللي هو أعظم من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حق ربنا جل وعلا، وربنا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، تمام. ولم نعظم النبي صلى الله عليه وسلم إلا تعظيما لربنا، هذه القاعدة، تمام. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما تدافع عن هذا النظام المشرك الموجود على ظهر سوريا اليوم، وكلكم رأيتم مما رأينا. الخلاصة أن الغضب واجب، مو بسنة، واجب، تمام. ولا يجوز أن نتنازل عن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، والغضب واجب أن يكون مشروع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تفهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترجع للعلماء، العلماء الربانيين الذين يغضبون حقا، ما يقدمون مصالح حزب وجماعة، ولا يكونون بوطيين لدول. اليوم بوطيين الدول كثر، نسأل الله العافية، يكون بوطي لدولته أو ما ينظر إليه. أنا أقولها بكل صراحة مكشوفة، وإنما العالم الرباني الذي يزن بين الأمور. فضل. أسأل الآن كيف يغضب عامة المسلمين غضبا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحقق المطلوب، وليس غضبا نجلس في بيوتنا وأنا غضبت، لا، غضب يحقق المطلوب ويضغط على الحكومات الإسلامية الموجودة والدول والحكام والعلماء أيضا والمجامع الفقهية والشرعية، ويؤثر على أمريكا ويؤثر على من استهزأ بنبينا صلى الله عليه وسلم ويتقاضى حقنا منه كاملا. أحسن. فضل. أنت السؤال، أنا بسألك، نعم. كيف تصلي؟ باتباعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة، القاعدة في أي أمر نعمله أننا نقتدي به. خذوا عني مناسككم، صلوا كما تصلوا، كما رأيتموني أصلي. القاعدة العامة في أي أمر نعمله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإن تطيعوه تهتدوا. إذن نحن من الذي يدلنا على هذا؟ أهل العلم. قبل ما أنطلق أنا للغضب يجب أن أتعلم كيف أغضب، لأن ممكن من الغضب ما يكون ممنوع. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على 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 يعني أنا لو جاء أحدكم ووجد مع أهله رجلا، قال سعد رضي الله عنه: والله لا أمتطينه بسيفي. قال: تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا، أنا أغير من سعد، وسعد والله أغير مني. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة شهود. القاعدة مهب نفسية ولا هب أخلاق عاطفية أو جبلية تعلمت عليها. إذن أنا غضبي للنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق ممن؟ من هذا الغضب. لما عائشة رضي الله تعالى عنها كان يدخل عليه اليهود يقول: السلام عليك، فتقول: السلام عليكم،
قال يا عائشة لا عليك، ألم تسمعي ما أقول؟ قلت عليكم. شو رأيك في هذا؟ ما يبي ساء لما يقول السام؟ صحيح. انظر كيف التعامل، مو بيهود وعنده في المدينة، لكن ما زال بينه وبينهم إيش؟ عهد. ولذلك قال انظري ماذا قلت، قلت وعليكم، فإن كانوا قالوا السلام عليكم رجعت عليكم السلام، وإن كان السام رجع عليهم إيش؟ السام، ولم يتعامل. إذن غضب عائشة رضي الله عنها رشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغضب إيش؟ المحمود. ونحن نقول لهؤلاء الشعوب يجب علينا أن نتعلم كيف نغضب. نحن مرينا بتجربة، تجربتين وثلاث وأربع وخمس، زين؟ كالتالي يجب علينا أن نتعلم، أولا إذا لم تنصر النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك لا يمكن أن ينتصر. أولا يجب أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكون صورة حقيقية لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. أنا أعلم أن هذا صعب، لكن بمجموع الأمة، أنت شوي وأنا شوي، فأنت تسدد نقصي وأنا أسدد نقصك، حتى تكون مجموع الأمة إيش؟ كاملة. لكن أني أنا أخرج في مظاهرة أغضب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أرجع للبيت وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ربك يعلم. أنت تتعامل مع الله ما تتعامل مع البشر، تمام؟ هذا الأمر. الأمر الثاني أن في خطوط حمراء في الغضب. أولا قضية الدماء، تمام؟ أن الدماء المعصومة لا يجوز الاعتداء عليها. من اللي حدد العصمة؟ كتاب الله وسنة العلم، أهل العلم. نعم. ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل العلم الربانيين هم اللي يبينون هذا الأمر. والمال المحترم لا يجوز الاعتداء عليه. وأعظم من ذلك أن الافتيات على حق الأمة لا يجوز الاعتداء. ما معنى الافتيات على حق الأمة؟ في قضايا الأمة العامة مثل نقض العهود، مثل إعلان الجهاد، هذا ما يملكه أي أحد، لا يجوز الاعتياد الافتيات على. الخلاصة قبل ما أنتهي، يجب علينا أن نغضب لنبينا صلى الله عليه وسلم وأن ننتصر لنبينا صلى الله عليه وسلم. يجب أن نضغط الضغط الحقيقي في كثرة التواصل في الضغط على هذه الدول المجرمة التي تسمح لهؤلاء المجرمين في ديارهم أن يغضبوا، أن يسيئوا لنبينا صلى الله عليه وسلم. شكر الله لك الشيخ وليد، سمحنا على مقاطعتك وبارك الله فيك، والهدف يصل الفكرة. ما عندي شك، جزاك الله خير وبارك الله فيك، لكن تعود على بعض. أبد جدا، الله يجزاك خير، لأن نلتقي إن شاء الله في برامج أخرى. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخرنا جميعا للدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أترككم في عناية الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بناديها كغرسا مذكرا من غصون القول يسقيها وريدي، فيك مجدي وشموخي والعلا وغرامي وهيامي وقصيدي. يا بناديها كغرسا مذكرا من غصون القول يسقيها وريدي، فيك مجدي وشموخي والعلا وغرامي وهيامي وقصيدي.